التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس تيار الحكمه الوطني العراقي عمار الحكيم والوفد المرافق له، واكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكافه جهوده الراميه الى تعزيز الامن والاستقرار والتنميه، وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء تناول الاوضاع الاقليميه المتوتره والحرب في قطاع غزه، حيث تم تناول الجهود المصريه المكثفه لوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانيه بكميات كبيره تكفي للتخفيف من المعاناه الانسانيه الهائله بالقطاع وشهد اللقاء تاكيد ضروره اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حمايه المدنيين ووقف اطلاق النار مع التشديد على ضروره التسويه الشامله والعادله للقضيه الفلسطينيه والتحذير من خطوره استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقه تشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدم مصر مرافعة شفهية أمام المحكمة تؤكد خلالها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقدمت مصر للمحكمة تؤكدان دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامه دولته المستقله ووقف جميع صور الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي أعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يأتي ذلك على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد للمرة الثالثة ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية. واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن إعاقة صدور قرار بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ وصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطاع غزه وافادت مصادر طبيه باستشهاد العشرات معظمهم من الاطفال والنساء في قصف نفذته طائرات ومدفعيه الاحتلال الاسرائيلي على رفح ودير البلح وخان يونس ياتي هذا في الوقت الذي اعلن فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل جندي واصابه ثلاثه اخرين في معارك بقطاع غزه قالت منظمة الصحة العالمية انها اكملت مهمة اجلاء ثانية من مستشفى ناصر بقطاع غزة واوضحت المنظمة انه تم نقل 32 مريضا في حالة حرجة من بينهم اطفال جرحى ومصابون بالشلل، وعبرت المنظمه عن قلقها بشان نحو 150 مريضا ومسعفا ما زالوا في الموقع وسط استمرار العدوان الاسرائيلي، وذكرت المنظمه ان مستشفى ناصر في خان يونس وهو ثاني اكبر مستشفى في غزه، توقف عن العمل الاسبوع الماضي بعد حصار دام اسبوعا تبعته مداهمه اسرائيليه. <applause> اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدات عده بمدن جنين ونابلس وقلقيليه بالضفه الغربيه المحتله، واوضحت مصادر فلسطينيه استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال اثناء اقتحام القوات الاسرائيليه مخيم جنين، كما قامت قوات الاحتلال بعمليه تدمير واسعه في البنيه التحتيه لشوارع جنين واعتقلت العشرات. قال رئيس مجلس السياده السوداني عبد الفتاح البرهان انه اذا لم تنتهي الحرب لن تكون هناك عمليه سياسيه، واتهم البرهان خلال زيارته لولايه القضارف قوات الدعم السريع بالتنصل من اتفاقات السلام ومهاجمه المدنيين، واكد رئيس مجلس السياده ان المعركه الان اخذت طابعا مختلفا عن العشره اشهر الماضيه. أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية انضمام شركة دي ميديا العالمية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق تايم بيج والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من الشهر الجاري ويهدف صندوق تايم بيج الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام والتي يشارك فيها كبار النجوم نجوم الفن في الوطن العربي من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية وستساهم الهيئة العامة للترفيه في الصندوق الاستثماري كراع رئيسي في حين تأتي وزارة الثقافة كراعي مشارك إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة انتهى موجز التاسعه وعوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل